إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكل متابعينا الأفاضل ولكل الأصدقاء ولكل الزملاء ولكل المشاهدين، حياكم الله جميعا. سبق وأن ذكرت في حديثي بأنني سوف أتكلم عن موضوع غاية في الأهمية يتعلق بما يسمى باللغة الفرنسية ريزوليوشن، باللغة الإنجليزية ريزوليوشن، مفهوم؟ إذن هذه الكلمة المختصرة في هذه الحروف داخل الأجهزة الإلكترونية فهي تعني الشيء الكثير، يعني قد نقول بأنها تتعلق بالجرافيك، قد نقول تتعلق بالمسارات الـ VDS، يعني تتعلق بشيء يخرج من المينبورد ليذهب نحو البانل، نحو التيك، شيء يخرج من المينبورد في اتجاه التايكون، معناه بسيط جدا، يتعلق بماذا؟ يتعلق بضبط معايير إشارات الـ VDS لتتوافق مع البانل، مفهوم؟ ضبط معايير إشارات الـ VDS لتتوافق مع البانل، لأن البانل هو حد ذاته ريزوليسيون، لكل بانل ريزوليسيون خاص به. عندنا مين بورد يرسل تلك الإشارات الـ VDS بتردد معين، هذا التردد إن لم يتوافق مع ريزوليسيون البانل تظهر عيوب داخل هذا البانل أو لا تظهر الصورة، مفهوم؟ إذن هذا فقط بوست للحديث عن هذه الكلمة، كلمة ريزوليسيون التي تعني الشيء الكثير، وسوف نتطرق بالتفصيل إن شاء الله تعالى لكل الجوانب التي تتعلق بهذه الريزوليسيون. ما هي أسبابها؟ أسباب عدم ظهور الصورة في شكلها الطبيعي على البانل، يعني شيء يتعلق بالريزوليسيون، هل هو مشكل هاردوير أم مشكل سوفتوير إلى آخره. كل هذه التفاصيل وكل هذه الأمور سوف نتطرق إليها إن شاء الله تعالى مع إحضار موديلات مختلفة من أجهزة مختلفة كي حتى نفهم ما معنى هذه الريزوليسيون. هذه الريزوليسيون هي شيء يعني غير ملموس ولكن فيه نوع من الغموض لدى الكثير. إذا استطعنا أن نتابع هذه الحلقات، هذه السلسلة من الحلقات إن شاء الله تعالى، سوف نفهم ما معنى الريزوليسيون، وبالتالي يسهل علينا دائما، أنا أقول هذا الكلام دائما، عندما تكون لدينا مفاهيم قوية من خلالها يمكن الحصول، يعني الوصول إلى العطل بسرعة كبيرة جدا، ولا نخرب الأجهزة لأصحابها. إذن انتظرونا في الحلقة المقبلة إن شاء الله، ثم بعد ذلك سوف أحضر لكم نموذج الصيانة داخل ورشتي المتواضعة لكيفية ضبط الريزوليسيون لمايبورد قد تم تغييرها وهي مختلفة، كانت تشتغل على مثلا جهاز 43 وقمت بتركيبها على جهاز 50. إذن ليس الحجم هو المشكلة أيها الأصدقاء، ليس الحجم هو المشكل، بل هناك أمور أكثر تعقيدا سوف نشرح عنها إن شاء الله تعالى. تحياتي لكم، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني دائما في إيصال المعلومة بشكل دقيق، وأنتم طبعا ليس عليكم إلا الدعم والمساندة. شكرا لكم.